هذه كلها خرفان نعيمي حساب من الان المجموعه ذي 1090 ريال عمار تقريبا يمكن 5 شهور وفوق هذول اللي هي الخرفان اللي هي هذه نعيمي طال عمرك ولا حري؟ واحد نعيم وواحد حري وواحد نازلي. كم يسامى طال عمرك؟ يسامى على 900. والله بدون ألف. والشاهد نجدي؟ الشاهد نجدي يسامى على 560. 560. ووش يا طال عمرك سداس رفاعة؟ سنان سداس. سداس كله هنا. هذا ما شاء الله بعد ابو سعود بجنبك الدلال الله ما شاء الله. تستاهلين هذا حلالنا من اول. مجموعة من النعيمي ثلاث خرفان ورفتين يسامى 1100 الآن. بس الله يرزقهم هذا مجموع من النعيمي برضه خرفان ورقال ثامن 1240 1240 خرفان ورقال عمارة تقريبا من 5 شهور إلى 6 شهور هذول برضه مجموع من خرفان ورقال النعيمي عمارة من 6 شهور وفوق يساوي من 1240 هذه مجموعة من النعيمي كلها خرفان يساوي من الآن 1040 يساوي من 1040 يمكن أعمار تقول من 4 شهور وفوق الله يرزقه هذه مجموعة من الفيوس مع النتفار يساوي من 710 المجموعة هذه كلها الآن الله يرزقه هذه مجموعة من النعيمي برضه سامن الآن 1180 كلها خرفان عمارة تقريبا من 5 شهور فوق الله يرزقهم اليوم ما شاء الله هذا العز السام 700 الآن بس سيارة مع الرجال الله يرزقه اليوم إن شاء الله هذا خرفان برضه من النعيمي صار من 1280 كلها خرفان اعماره تقريبا من 5 شهور وفوق سامن كلها 1280 الله يرزقهم هذه مجموعه من اشياء النعيمي على هذه سامن 680 بس سياره الله يرزقهم اليوم هذه مجموعة من النعيمي مع الرخلة وحده يساوي من 1090 الآن عمارة تقريبا من 5 شهور وفوق الله يرزقها اليوم إن شاء الله هذه مجموعة من الماعز كل واحدة مع ولد يساوي من 1320 1320 يساوي من الآن هذا التيس يساهم الآن بالسيارة 1300 ريال الله يرزقه اليوم هذا خرفان نعيمي يساهم الآن بالسيارة 1260 الله يرزقه اليوم هذه مجموعة ما شاء الله خرفان ورخاب الآن بالسيارة يساهم 910 المجموعة دي كلها ما شاء الله أعمار تقريبا من 5 شهور وفوق الله يرزقه اليوم ما شاء الله بريات يا اخوي ها الرجال يقول بريات بس جايبه من البر الحين بدينا الله يرزقه اليوم هذه مجموعه من النجد ما شاء الله اربع خرفان وثنتين رخله يساوي من 1110 بس سياره الان الله يرزقه اليوم هذه مجموعه من الشياه الحري يساوي من الان بس سياره 870 هذه مجموعة من النعيم كلها خرفان سامي 950 عمار يمكن من 3 شهور وفوق هذا ما شاء الله خروف نجدي سام 1000 وكم خالي؟ 1700 بس سيارة الآن مع الرجال الله يرزقك اليوم هالطليده 1007
هذول نجدي الخار يساهمن الان 890 بس سياره الله يرزقه. هذه معزه كل واحده معها ولدين ساهمن الان 1300. هذا اشياء ما شاء الله مع ابو خالد الدلال يساهمن 410 مع الدلال ابو خالد الله يبارك ما شاء الله. هذه مجموعه 6 فيوس و5 افراد يساهمن 650 650 المجموعه ذي. هذا ما شاء الله خرفان بحول يفردون منهم ب 1200. هذه مجموعة ما شاء الله من التيوس، كم عمارة تتوقع؟ عددها 13، عمارة 4 شهور أو 3 شهور ونص، تسام على 710. ما شاء الله. كلش تيس. جزاك الله خير، معلومات. تيس في نزول. ما شاء الله. في نزول. في نزول. الشكل ذا في نزول. وش السبب يا أخوي؟ كثر. على الناس يرغبون يعني البندي والمطاعم والمطاعم والعالم. الدبل شوية، الدبل شوية يوصل دراهم، يوصل 850، يوصل 9، يوصل 920. تسلم. أما الشكل ذا واجد متوفر، واحتمال أنه بنزول. إلى 650 إلى 6. طب والله يرزق المسلمين. ما شاء الله هذا التيوس الاثنين ذول يساهمون على 1350 التيوس. ما شاء الله. والخروف كم طال عمرك؟ والخروف يسام 1800 الان بالسياره مع الرجال الله يرزقه. مجموعه من النعيمه خال وخرفان يسامن 1180 اعمار تقريبا من 4 شهور وفوق. ان شاء الله هذه مجموعه من الشياه الحرث يسامن 520 المجموعه ذي بالسياره الان. هذا خرفان كله يا اخويا. نعم. هذه خرفان كله، واحد مهجن واحد حري يساهم 950 على السياره. جات ما شاء الله نعيمي يساهم الان 950 الله يرزقه ما شاء الله. هذه مجموعه من النعيم ما شاء الله خرفان يساهم 1280 الان بالسياره الله يرزقه اليوم. هذه مجموعة من 15 راس مع الدلال الله يوفقه ابو مجبل يساهمن الان 1200 معهم وخلة واحدة والباقي خرفان الله يرزقه اليوم. هذا ما شاء الله خرفان كلها نعيمي يساهمن 1260 الان بالسيارة الله يرزقه اليوم، عمارة تقريبا 6 شهور يستاهل والله. هذه توس يساهمن الان 640 المجموعة ذي. هذه خرفان من الحري يساهمن 910 الان بالسياره، عماره تقريبا من 5 شهور وفوق الله يرزقه اليوم. هذه التوس يساهمن الان 800 ريال. هذا الفحول، هذا الفحول نجدي يساهمن 900 الان مع الدلال الله يحفظه. هذا نجدي رخله والثاني وش؟ واحد رخله واحد خروف ها؟ يساهمن 1000 وكم يا خالي؟ 1700. 1700 كلها جدعان ها؟ طبعا هذا راعي الحلال ذا متخصص طبعا عنده حلال يبيع، واللي مثل يبي برضه انه مثل يشتري له من اي منطقه من مناطق المملكه يبي يحط جواله، رجال حبيب ورجال حقيقي على ما قال يقدم خدمات للي بيشتري من خارج منطقه تقسيم، او انه عنده حلال يبي يعرضه للبيع ممكن هو يشريه، وعنده حلال برضه موجود يبيعه جميع انواع الحلال عنده، عنده نعيم وعنده نجدي وعنده اشياء ثانيه بيحط اسمه يا ابو مباسل. ابو مباسل كم جوالك؟ 055-41-55-017. هذا ابو مباسل اللي يقدم خدمات في سوق حراج بريده، يعني الرجال ما يخدم بخيل، يخدمك وانت بديرك الله يوفقه ان شاء الله، يستاهل ابو مباسل. الله يعافيك ابو ثامر ما قصرت تخدم. هذه مجموعه برضو من النعيم خرفان مع النخال سامن 1200 الان الله يرزقه. هذول الذهم النعيمي 6 خرفان واربع خال يسامن 1070 بالسياره كله الله يرزقه.
هذه مجموعه من النعيمي ثلاث خرفان ورحلتين سامن 1160. هذول مجموعه ما شاء الله شاه حري سامن 500 الان المجموعه ذي الله يرزقها اليوم. طبعا هذه مجموعه من الشاه الحري ذكرنا مع الابطال ذولا ما شاء الله عليهم. تحبون الغنم انتم؟ ها؟ وش الازين تحبون بالغنم؟ الحري. وراك تحبون الحري وش السبب؟ احسن شيء. ها؟ هذا طليان نجدي كل سامن 1500 الان. هذه مجموعه من النعيمي ما شاء الله خرفان مع الخال. اعمارهم تقريبا 4 شهور. سامن كم خال قلنا؟ 1160 الله يرزقه اليوم. كم سامن ابو؟ هذول ما شاء الله النعيمي ما شاء الله سامن الان 720. اعمار طليان من الشهرين وفوق. تقريبا من 3 شهور وفوق ها؟ الله يرزقه اليوم يستاهل. ما شاء الله هذه مجموعة من الخرفان ما شاء الله يسامن 1360 كلها نعيمي. هذه ما شاء الله مجموعة من النجوم. وش يطلع عمرك؟ هذه 8 وهذه 6. تسلم. وجوز سلم ومبيعات عيالي. تسلم. فيها باقي حليب. تسلم. كم يسامن؟ كم ذي حتقول سامن؟ هذه 1220. ايه. وهذه ولا جميع على 1000. يسامن الجميع على 1000. طبعا الرجال يقول راح يسامن الجميع على 1000 ولا اللي يبي هذه يسامن 1220 حالة ذي. مضبوط خالي؟ مضبوط عمي. الله يسك يا شباب. هذه التوس ما شاء الله يسامن الان بالسيارة 590. الله يرضى. قلنا لكم أكبر مزاد للأغنام في بريدة اليوم السبت، يعتبر أكبر مزاد في بريدة الله يوفقهم ويرزقهم اللي هو موافق 22/7/1442.